السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء بالدرس الخامس بالإلكتريسيتي بالكهرباء. اليوم راح يكون عنوان درسنا بـ Grouping of Lamps and of Cells. كيف بعمل عملية أنا أكثر من لامس يكون عندي أكثر من مصباح وأكثر من سيلز أكثر من دراي سيل مسميها بطارية أو جنريتر. نحن أخذنا لكم بالبارت اللي قبله بالدرس الرابع أخذنا أنه في عنا الوصل الكونكتي نوعين، يا بيكون سيريز يا بيكون بارلل. أوكي، يا بيكون سيريز مثل ما حكينا بيطلع عنا بس خط واحد راح يطلع من عند البوزيتيف بول وبيرجع هيك لعند النيجاتيف بول. أوكي، هذا بيكون سيريز. أما بالبارلل بيكون معانا هذا الخط اللي بيطلع من عند البوزيتيف بول وصل لنقطة معينة صار أكثر من برانش، يعني صار فيه تفرعات وراح أكثر من خط هيك لرجع التقوا بنقطة معينة وراحوا على النيجاتيف بول، فهذا بنسميه بارلل، هذا بنسميه سيريز. بالسيريز لما بيكون عندي أكثر من لامب، يعني هو عندي مثلاً L1 L2 فهو عندي 2 لامبس، وهني كمان رح نحكي بنفس الطريقة بس يختلف نوعية الوصل. نبتدأ بالسيريز بالدارة التسلسلية، عندي دراي سيل كونكتينج واير L1 و L2 هو عبارة عن the first lamp و second lamp، المصباح الأول والمصباح الثاني. PN هي عبارة عن أحرف بنحطها نحن بالإلكتريك سيركت، هاي للدلالة على البوزيتيف وهي للدلالة على النيجاتيف. A حرف بوسط فيه هون عندي عبارة عن A، حرف ال B حرف C، فهدول بس لحتى أقدر أفصل يعني جزئ كل مكون كهربائي لحاله. تمام، فأنا عندي هون مثلا بين between the two points A and B، بين النقطتين A and B في عندي عبارة عن L1، بين ال B وال C في عندي ال L2. PN عندي بوزيتيف ونيجاتيف. أوكي، حطت هون الديركشن للكرنت من عند البوزيتيف لعند النيجاتيف. في عنا قانونين كثير مهمين لما بتكون الدارة عنا الالكتريك سيركت بتكون سيريز، الكرنت له قانون والفولتج له قانون. الكرنت is the same او بسموها كاختصار الاسم القانون النيم اوف لو اسمه يونيكنس. يونيكنس يعني التماثل، يعني نفس القيمة. The same هو نفس الشيء واليونيكنس هو أيضا يعني التماثل بنسميه نحن، يعني بيكون له نفس القيمة كلها يعدون. اختصرنا هذا القانون بهذه الصيغة قلنا IPN يعني هون الأمبيرات الموجودات عند دراي سيل أو عند الجنريتر equal IL1 equal IL2، يعني كم أمبير عندي هون لل1 وكم أمبير لل2. فبمجرد ما أعرف كم أمبير لأي قطعة من هذول القطع كأني عرفتهم لكلياتهم. ليش؟ أنه الدار هي سيريز، بالسيريز بيكون الأمبير the same. شو يعني the same؟ يعني بيكون الأمبيرات بيكونوا كلهم نفس الشيء. مثال، إذا كان عندي هون عندي جنريتر هو عبارة عن 10 أمبير 10 أمبير، أوكي؟ كم أمبير بيكون كل واحد من هذول؟ رح يكونوا أكيد 10 ب10، يعني رح يكونوا 10 أمبير 10 أمبير، هذا مثال، أوكي؟ يعني هذا هو بقصد الغرض من هذا القانون، إنه أنا ما بقول عندي الكرنت إز ذا سيم أور يونيكنس، يعني كم أمبير عندي جنريتر رح يكونوا ذا سيم بباقي المكونات. ليش؟ لأنه عندي شو نوع الدارة عندي هي عبارة عن سيريز، أوكي؟ هاي حكينا على الكرنت. هلا نجي على الفولتج. الفولتج بيكون هو is addition. addition يعني عبارة عن جمع. يعني بقصد بالجمع إنه أنا إذا كان فرضا عندي هون 12 فولتج V، يعني عبارة عن 12 فولت. 12 فولت هدول أو 12 فولت للجنريتر. شو بيكون L1 وشو بيكون L2؟ كم فولت بين ال A وال B وكم فولت بين ال B وبين ال C؟ رح يكون the sum of the volt between the L1 اللي هني A و B and the volt between the P and C اللي هو L2 رح يكون sum إلهم هو عبارة عن 12. يعني الأخطاء اللي بيقع في طلابنا بس نشافوا لي هوني 12 أو شافوا شو ما كان الرقم على السريع بيحط لي هوني 6 ب6 6 ب6. أنا ما قلت لك إنه رح يكونوا مثل بعضهم، مين قال لك الحكي هذا؟ ممكن يكون هاد يكون 10، فبالتالي هذا شو رح يكون؟ 2. عرفتوا شو الفكرة؟ السم إلهم حاصل جمعهم لهدول الفولتات الاثنين سوا بده يساوي جنريتر الأصلي، يعني هذا الأم عندي بسميها هي المكون الرئيسي الأساسي وهدول الصغار إلهم مجموعاً السم بيناتهم الفولتات بيكون هو حاصل الرقم النهائي اللي هو هون. طيب أستاذ بركي كان هو عندي 24 فولت، بيكون إذا سام لهدول 2 فولتات إنه بيكون هو 24، ما بالضرورة يكونوا 12 ب12، لا ما بالضرورة، ممكن يكون هون عندي 10 فهذا بصير 14.
فهمنا شو الفكرة؟ بده يكون is addition يعني بقصد فيهم الصم بين المكونات إلون للفولتات بده يكون هو نفسه للجنريتر، تمام؟ فهاي أهم قوانين لازم ننتبه عليها بالفولتس وبالكرنت. بالملاحظة الأخيرة نحكي عنكم بالسيريز شو هي؟ وهي كتير هامة. One lamp مصباح واحد is burn out. burnt out يعني احترق. عندي L1 و L2 واحد منهم احترق. All the lamps بقية اللامس كل المصابيح اللي تجي بعده go out. شو يعني go out؟ يعني راح تخرج عن الخدمة وما راح تشتغل. لذلك إذا كان في عنا شريط طويلة وهون كله من بيكون بقلبه من هدول اللامس لامس لامس، فإذا واحدة من هدول فقط burn out احترقت، فبالتالي هدول كلهم راح يشتغلوا، تمام الفكرة؟ لذلك بتلاحظوا عنا حتى ببيوتنا معظم الوصل يكون وصل على البارالل. كيف يعني على البارالل؟ يعني مثلا احنا عنا بيت فيه 3 غرف، بتلاقوا انتو عندكم ورا باب الدار في قواطع كتيرة، بيقول لك هذا القاطع للمطبخ، هذا القاطع للغرفة الأولى، هذا القاطع للغرفة الثانية، هذا القاطع للغرفة الثالثة. لا سمح الله صار أي ماس كهربائي، أي كونتاك صار عندك بأي غرفة، بينزل القاطع المخصص للغرفة تبعيتها. ليش؟ لأنه هني واصلين على البارلل، ما في داعي إني نزل القواطع بكل البيت، فهني بوصلوها بحيث إنها تكون بارلل عندنا بالبيوت، مشان ما يصير فيها مثل هون باللامس، لأنه أنا إذا أي واحد منهم احترق، قطعة واحدة احترقت فالبقية كلها ما بيشتغل حتى تتصلح هاي. تمام؟ هاي الملاحظة جدا هامة بحالة السيريز. ننتقل إلى بارلل. التفرع. بحالة التفرع قلنا الخط بيطلع من عند البوزيتيف بول، تجزأ إلى أكثر من برانش، إلى أكثر من تفرع، رجعوا التقوا وراحوا على النيجاتيف بول. هذا الديركشن للكرنت، اتجاه التيار. بنلاحظ إنه الكرنت تجزأ إلى I1 and I2. I1 للفرع الأول لأنه هون عندي L1 فسميته I1، هون عندي L2 فسميناها I2. طبعا هو عندي 2 بوينتس ان اي بي، ان هاي الدار هي عباره عن باراليل سيركت لانه عباره عن في اكثر من برانشز في اكثر من تفرع. ننتقل الى القوانين الهامه واللي لازم نفهمها بحاله الباراليل. الكرنت في هذه الحاله يكون عكس السيريز. بالسيريز الكرنت قلنا بيكون ذا سيم، اما هو الكرنت بيكون از اديشن. كيف يعني اديشن؟ يعني راح يكون هو عباره عن الصم، هو حاصل الجمع. يعني اذا كان عندي هون خلينا نقول 5 امبير بهذا الجنريتر، اوكي؟ بما انه هذا 5 امبير، فهذا الامبيرات الموجوده باول برانش مع الامبيرات الموجوده بثاني برانش الصم لهم هو 5 امبير. 5 امبير يعني ممكن يكون هذا 2 امبير وهذا يكون 3 امبير، ممكن يكون هذا 1 امبير، ممكن تكون هي 4 امبير. المهم يكون حاصل الجمع لهم اثنيناتهم سوا الصم لهم هو 5 امبير. ما والله يكون والله هون 2.5 وهون 2.5 هون 2.5 وهون 2.5 اللي لا، ما بالضروره يكون قلنا ناخذ نصه لهذا الرقم ونجزئ على البرانشز على التفرعات، لا. المهم انه يكون الصم إلون للامبيرات هو عباره عن 5 امبير، اوكي؟ عشان هيك كتبناها اي بي ان، يعني بقصد فيها بي ان هو عباره عن الجنريتر او الدراي سيل. لازم يكون الامبيرات لها هي الصم لهدول الامبيرات الموجوده بتوين عند ال L1 اند ال L2. اما بالنسبه للفولتج هو بصير هون ذا سيم، يعني هو بصير اليونيكنس. يعني اذا كان عندي هون 220 فولت فرضا، فمعناتها راح تكون هي 220 وهي راح تكون 220، اوكي؟ انا بحكي كمثال. طيب استاذ ممكن تكون هي 20 مثلا وهي 20 وهي 20 فولت، فلازم تكون يونيكنس اور ذا سيم. يعني اذا كانت هي 20 فولت فهي لازم تكون 20 فولت، لازم تكون 20 فولت، لازم يكونوا قد تماما. يعني عندي هون الفولتات الموجوده عند ال L1 نفس الفولتات الموجوده عند ال L2. مشان هيك كتبنا انه الفولت بين البي وبين الان، يعني هو بقصد فيه جنريتر، هو عباره عن الفولت بين الطرفي ال L1 اند ال L2. نفس الملاحظه هون رح نحكيها بس هالمره بحاله البارليل. اذا عندي 1 لامب از بيرن اوت، إذا عندي مصباح واحد فقط احترق، نفرض إنه L1 مثلا هو اللي احترق وبطل يشتغل، طيب شو بصير أنا بال L2؟ القاعدة بتقول the others بقية المصابيح الأخرى remain lit. remain lit يعني تبقى مضاءة، يعني هي ما لها علاقة. يعني أنا شو بصير عندي بهون بال L1؟ أنا ما لها علاقة بال L2. ال L1 إذا صار في burn out احترق فأنا ما لها علاقة فيه بال L2، L2 بضل شغال ما بيهمني أبدا، تمام؟ وهي الفكرة بلحظة مطبقة موجودة عندنا بالبيوت، إنه كثير لما بيوصلوا صار بيوصلوا على البارليل بحيث إنه يفصلوا كل غرفة عن الثانية، شو ما صار بهالغرفة الأولى ما لها علاقة بالغرفة الثانية. وهيك بنكون طلابي الأعزاء أنهينا الدرس الخامس من الإلكتريسيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.